أوروسكوب مع داليا. بونجور وأحلى صباح لألكن مستمعينا الكرام. لقاءنا سوا عم يتجدد دايما عبر أثير إذاعتكن إذاعة الشرق الأوسط 1450 AM. نبدأ حلقتنا مع الأبراج من الحمل للحوت. حاضرين؟ انطلقنا. برج الحمل بتناقش بموضوع أو مشروع مادي، وبتلتقي مدير مصرف، وبتدرس إمكانية حصولك على قرض إما لشراء منزل جديد أو فتح بزنس خاص فيك. بتعيش جو رومانسي بتزيد من جاذبيتك وسحرك، وبتعرف أوقات استثنائية على صعيد اللقاءات العاطفية وأجواء المغازلة والود. برج الثور تسعى لتطوير مشروع عمل جديد بسبب شعورك بالتعب والإرهاق من وضعك الحالي، الأمر اللي بيكون إيجابي على الصعيد المهني والمالي. تتعاطف أكثر مع الشريك وبتحتاج لمزيد من الحنان والعطف، وبيجتمعوا القلبين بنفس المكان. برج الجوزاء تشعر بأنه أفكارك مشوشة على غير عادي، فأنت إنسان بتوثق بنفسك قدراتك وخياراتك، وما حدا بيأثر فيك. شو بنا؟ إذا كنت عازب بتعرف مغامرة عابرة، وبتهتم بشخص ببادلك الإعجاب والشعور ذاته. بس تفلك. برج السرطان بتلاقي نفسك اليوم مضطر للاهتمام بمشروع وإتمامه قبل نهاية اليوم، وعلى الرغم من بعض التوتر إلا أنك بتنجح وبتبرهن عن قدراتك. ما تتسرع باتخاذ مواقف جريئة وعلنية، من الممكن أن تسيء لمشاعر الحبيب. حاول قياس الأمور بنفسك قبل التنفيذ. برج الأسد ما تضيع الوقت يا عزيزي، فالظروف ملائمة للتحرك. بتصادف مساعيك تجاوب وقبول واسع، وبتحصل على المساعدة من قبل طرف بعيد. تكتر علامات الاستفهام من الشريك حول وجود شخص جديد بحياتك. انتبه يا عزيزي لأنه هالأمر ممكن أنه يأثر سلبا على علاقتك العاطفية. برج العذراء اتوقع ازدهار بيوصلك عن طريق اتصالاتك وعلاقاتك العامة، وهالأمر بيعود بالطبع لأفكارك الغنية والحيوية. تتجنب النقد والكلام اللاذع مع الحبيب، وبتغض النظر عن بعض السلبيات تفاديا لسوء الفهم. برج الميزان بتقفل الباب على صفحة قديمة كانت زعجتك بالفترة الأخيرة على الصعيد المهني، وبتتجه نحو مشاريع جديدة بتتجلى بالأيام المقبلة. برج العقرب ليش حامل السلم بالعرض يا عزيز العقرب؟ كل ما عليك هو الثقة بقراراتك وخياراتك والمضي قدما بحياتك المهنية. تذكر أيها العقرب أن الساعة اللي بتروح ما بترجع. تتناقش مع الشريك حول موضوع مصيري اللي بدوره بيرمي الطابلة ملعبك وبيترك لك الخيار النهائي. برج القوس تتاح أمامك الفرصة للاهتمام بالوضع المهني مثل ما لازم، وبتنشد الأمان والاستقرار بالقرب من اللي بتحبهم بعيد عن المغامرات. بينصحك الفلك بتقديم بعض التنازلات أو حتى إعادة النظر ببعض القرارات أو المواقف اللي سبق وأثارت استياء الحبيب. برج الجدي بتفيق بالصباح الباكر والابتسامة على وجهك، وبتقرر تكمل نهارك من دون أي إزعاج أو عوائق. قلبك بيوافق مع عقلك، وبيقرر بدوره قضاء وقت رومانسي وإيجابي برفقة الحبيب. هنيئاً إلك يومك أيها الجدي. برج الدلو بتنضغط بعملك بعض الشيء، ويوكل إليك المزيد من المسؤوليات، وبتتعامل مع سلطات رفيعة وعالية. حاول الاستفادة من هالموضوع لتوطيد العلاقات مع رؤسائك. يوقف جنبك الشريك وبيساعدك بكل الأمور اللي بتحتاجها، تشعر بالفرح وبتحاول التقرب أكتر وأكتر منه. برج الحوت تستجد ظروف بتخليك تعيد النظر بشأن عرض تقدم لك وكنت رفضته بالسابق. بتحضر أمورك وبتجهزها للبقاء برفقة الشريك بعيد عن الناس الأهل والأصحاب، لتكون ملك متربع على قلب الحبيب. مع برج الحوت منكون وصلنا لختام فقرتنا سوا، على أمل نتلاقى قريبا. من هلأ لوقتها بترككن بألف خير. أوروسكوب على الشرق الأوسط 1450 AM.